ورجعنا لكم تاني لطلاب تالتة إعدادي اللي وحشونا، بس كنا منتظرين أخبار حلوة تنزل لهم. وطبعا الأخبار الحلوة إن قبل أيام بدء الدراسة تخفيض تنسيق سنة وعام وصل كام؟ وصل كام يا مستر؟ 160 درجة في المحافظة دي. تخيلوا 160 درجة، وكمان تخفيض التنسيق الفني في 3 محافظات. مليون مبروك لطلاب تالتة إعدادي. متنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الأخبار التعليمية والخدمية اللي بقدمها على قناتكم التعليمية مستر مانويل. ندخل في الموضوع على طول. عارفكم مش بتحبوا التطويل يا مستر. الناس اللي سألت كتير على محافظة مرسى مطروح، محافظة مطروح خلاص ثانوي عام بنين بقت 160 درجة، بنات 170. ثانوي عام يا جماعة، ثانوي عام. والزراعي والصناعي بيجي 140 درجة. مش كده وبس، كمان عندنا محافظة القليوبية الناس كانت بتطلب بانخفاض التنسيق الفني، منذ لحظات نزل التخفيض التنسيق الفني المرحلة الثانية، نزل درجات كتيرة في إدارات كتيرة وفي الإدارات كتيرة بمحافظة القليوبية. ده غير محافظة بني سويف اللي حصل فيها انخفاض مفاجئ في التنسيق الفني، وصل ل30 درجة بالكامل مرحلة تانية في بعض الإدارات. تخيلوا 30 درجة في إدارات و20 درجة في إدارات و10 درجات في إدارات أخرى. كل إدارة بيتم الإعلان في الإدارة بتاعتها عن نسبة التخفيض، وبعدين أنت بتقدم في اللينك بتاع التنسيق الإلكتروني مرة تاني، وكمان بتقدم في المدرسة الخاصة بي. يعني كده يا شباب، كده بنات، الناس اللي بتسمعني، ناخد فكرة سريعة جدا جدا عن المحافظات اللي نزلت. يعتبر كل المحافظات نزلت. طب هل يا مستر في نزول مرة تاني؟ ممكن خلال يوم أو يومين بعد ما الطلاب يقدموا هيشوف الأعداد ويحصر الأعداد، وهيتم النزول مرة أخيرة، هي هتبقى أخيرة خلاص لنزول ثانوي عام وخدمات في كل المحافظات. بالتوفيق للجميع يا رب دايما.